نستمر أيها الأصدقاء في شرح التشابتر الرابع Railway Systems Engineering والمرتبط بهندسة الأنظمة وهندسة الأنظمة المرتبطة بالسكك الحديدية، ووصلنا إلى القسم الرابع وما يسمى بالPerformance Modeling، وهو محاولة قياس وحساب الأداء، والأداء يختلف من نظام إلى آخر، فلننظر إلى هذا بشكل مفصل أكثر. وصلنا إلى الـ Systems Performance Modeling، وهنا Performance Modeling Context، ما هو سوف نتحدث عن المواضيع التالية: لماذا نحن نقوم ب الموديلنج أو حساب الأداء أو محاولة فهم الأداء، ومن ثم سوف نتحدث عن Capacity and Timetable Modeling، نتحدث عن حسابات السعة والجداول، Electrification Modeling الحسابات الكهربائية، Reliability Modeling حسابات الاعتمادية، و Life Cycle Costing حساب التكلفة على مدى المشروع أو على مدى حياة المشروع. الكثير من الحسابات تكون على فقط في بداية المشروع، كلفة المشروع الأولية، ولا يتم حساب ما يسمى حسابة التكلفة على حياة المشروع. طبعاً Railway Systems Performance حتى تكون في الصورة، هناك أداء أنظمة السكك الحديدية، يجب أن تكون هذه الأنظمة مصممة للوصول إلى مستوى محدد من الأداء. لا يمكنك أن تقول قدر القطار ويمشي بعشرة كيلومتر بالساعة، أو لدي شبكة سكك حديدية تقوم بتحريك 3 قطارات باليوم أو 10 قطارات باليوم. يجب أن يكون هناك قياس واضح لمستوى الأداء الذي يجب تحقيقه، وفي هذا المعيار فهو مستوى أداء واضح بمستوى أمان واضح بكلفة بأقل كلفة ممكنة، أو ما يسميها بأقل كلفة ممكنة على حياة المشروع، على فترة حياة المشروع، lowest life cycle cost. طبعا يحدث هذا الموديلنج عادة قبل جمع المتطلبات أو أثناء جمع المتطلبات، فقط لمحاولة فهم وتطوير المتطلبات لما يتلائم مع الموديلنج المتحصل، الحسابات المتحصلة. فمثلا إذا من حساباتي تبين أن النظام لن يحقق مثلا سرعة 280 كيلومتر بالساعة، أو أنه لن يحقق سعة 100,000 باسنجر بير أور بير دايركشن، فأقوم بتعديل بعض المتطلبات لجعل النظام يقوم بتحقيق ذلك. وأيضا في البداية أنا أقوم بعمله قبل جمع المتطلبات لتعديل المتطلبات، ولكن أيضا أقوم بفحصه على أرض الواقع بعد أن تم بناء الأنظمة. فمثلا كان التصميم أن يكون السرعة 280 كيلومتر بالساعة، وعندما حركنا القطارات على أرض الواقع لم تصل القطارات لأكثر من 200 كيلومتر بالساعة، ولم تصل السعة إلى 100,000 باسنجر بير أور بير دايركشن. فهنا نتحدث أننا لم نستطع الوصول إلى الهدف أو الأداء التي تم تعيينه في البداية. طبعا هناك مستويات مختلفة من التولز التي تستخدم للمودلينج، منها ما يسمى بالنتورك ديفلوبمنت ستراتيجي، منها ما يسمى بالسيستمز ليفل، ومنهم بالبرودكت ديفلوبمنت على مستوى تطوير المنتج. فمثلا ريلسيس هو مثال على الكاباسيتي مودلينج، على النتورك مودلينج، تقوم بتغيير الجداول، تغيير حركة تحريك القطار للوصول إلى أكبر سعة ممكنة، والوصول إلى استراتيجية تساعدك في الوصول إلى السعة المطلوبة. هذا أحد الأمثلة. المثال الآخر Systems Engineering and Performance، مثلا Vision أو Trail، تقوم بتحديد مكونات المشروع وفهم توزيع المشروع وخصائصه بشكل واضح، أو تقوم مثلا في أوسلو تقوم بعمل Electrification Modeling، تقوم بحساب الأحمال وتطوير هذه الأحمال الكهربائية ومعرفة ما هي الأمور المتعلقة بهذه الأحمال وكيف يمكنك أن تتخلص من التيار الراجع، أو كيف يمكنك أن تحصل على أقل losses خسارة ممكنة في الشبكة. طبعا الـ capacity and timetable modeling السعة والجدول، طبعا هناك
طريقة لتطوير لحسابات الاستيعاب، هناك طرق لتطوير نظام التحكم بما يسمى signaling schemes أو line enhancement scheme، تحسين الخط أو تحسين الاستيعاب. ولتقوم بذلك تقوم بتحويلها الشبكة إلى موديل، وتقوم بعمل حسابات من الأمثلة فيزم وليجن. مثلا فيزم معروف في الترافيك بشكل عام، هنا نقوم بموديلنج للشوارع، بينما فيجن هو أقرب للسكك الحديدية، وليجن هو أقرب لما داخل المحطات. طبعا ماذا تقوم، ما الأمور التي تقوم بعمل موديلنج لها، ما الأمور التي تقوم بتحويلها من أرقام إلى موديل أو إلى نموذج يمكن فهمه؟ infrastructure، البنية التحتية، الجدول والرولينج ستوك والقطارات والمحاكاة، ومن ثم تحصل على الاوتبوت اند اناليسيس. هذه كلها أجزاء من مكونات هذا النموذج. بالنسبة للإلكتريفيكيشن موديلنج حدثنا، تقوم مثلا بفحص الأوسلو، فمثلا هنا يعطيك مثال رن فيجن، وتقوم بالمقارنة بين مثالين مختلفين. هذا قد يكون أوبن ريل البرنامج، ليس متأكد إذا كان أوسلو أو، فقد يكون هذا البرنامج أوبن ريل. فتقوم بتشغيل الأحمال في الشركة على 20 على الشبكة على 24 كي بي، أو في أوسلو تقوم بتشغيلها على 22.5 كي بي. طبعا ريلايبيليتي موديلينج، فحص الأداء والجودة. Rail Transportation Reliability Availability and Integrated Logistics، هذا برنامج آخر يمكنك أن تقوم باستخدامه لأن تقوم بعمل موديلينج للأداء والاعتمادية. طبعا ما هي الأداء والاعتمادية؟ Reliability، RAMS هي Reliability، Availability، Maintenance and Safety. تقوم بإدخال المعطيات التالية: تايم تيبل، الجدول، البنية التحتية، الرولينج ستوك، والأوبريشنز وجدول التشغيل، لتحصل بالنهاية على ديلي مينتس، على أداء البنية التحتية، ليتنس التأخر، بي بي ام أو اي ثينك، أنا غير متأكد الآن ما هو البي بي ام، بس هناك معيار للدقائق التي يتم التأخر فيها. وبين ذلك تقوم بحسابة الجدول الأداء للشبكة الموجودة لك. طبعا بالنهاية Life Cycle Costing، حسابة التكلفة على طول حياة المشروع. حسابة التكلفة على طول حياة المشروع تقوم مثلا بمقارنة تصميم أولي مع تصميم آخر عن طريق حساب التكلفة على طول حياة المشروع. فقد يكون مثلا تصميم رخيص في البداية لأنه مكلف في الصيانة، فتكون كلفته أعلى على طول حياة المشروع من نظام كلفته الأولية أغلى ولكنه لا يكلف على المدى الطويل. طبعا أيضا تقوم بحساب كيف يمكن وضع الميزانيات ووضع الموارد، resource allocation، وأيضا تقوم بالتخطيط الاستراتيجيات المختلفة في التنفيذ وفي التمويل. هذا بالنهاية سوف تصل إلى حساب معين تعتقد أنه ملائم وتعتقد أنه مناسب للحساب على المدى الطويل. طبعا Life Cycle Costing، الكلفة على طول حياة المشروع، تتضمن Cost Breakdown Structure، تقسيم الكلف إلى كلف أصغر ومعرفتها، Equipment Breakdown Structure، تقسيم المعدات، Modeling of Capital Expenditure، تقوم بحساب المصاريف الرأسمالية، حساب المصاريف التشغيلية، حساب الأرباح التشغيلية، وأيضا Whole Life Comparisons، المقارنة بين السعر الأول والسعر الآخر. طبعا ممكن تستخدم Spreadsheets، Excel Spreadsheets، أو مثلا Models موجودة أو Software موجود لعمل هذه الحسابات، ولكن هذه هي الفكرة العامة لـ Life Cycle Costing. كل هذه الأمور يمكن ربطها في قياس الأداء. فمثلا مشروع اعتماديته أقل، اعتماديته أعلى، كلفته أقل، سعته أعلى، تكلفة التيار الكهربائي أو التكلفة للطاقة أقل، يعد أداؤه أعلى من مشروع كلفته عالية، كفاءة اعتماديته قليلة، دائما متأخر أو دائما فيه مشاكل، يمكن وصفه يمكن عمل electrification، ويمكن عمل
أمر طبعا عفوا يمكن أن يكون كلفة الطاقة فيه عالية كلفة المشروع على طول حياته عالية جدا، فهذا مرتبط بقياس الأداء وحسابه. كان هذا الموضوع هو نهاية الـ Performance Modeling وطريقة لحساب ما هي الأمور التي نقوم بحسابتها لحساب الكفاءة وكيف نقوم بحسابات الكفاءة والـ Performance. سوف نتحدث في موضوع آخر في الدرس القادم، ونراكم في فيديو جديد.